أهلا وسهلا بكم في نشاطنا الرياضية وإلى ملفنا الرياضي لهذه الليلة ولهذه النشرة، ونتحدث فيها عن كرة الصالات وتحديدا بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات التي شهدت المنافسات فيها إثارة وندية كبيرة بين الفرق الـ16، فيما كان النجاح العربي مرتبطا بفريق بنك بيروت اللبناني. بطولة آسيوية للأندية بكرة الصالات، تجمع آسيوي كبير في بانكوك التايلاندية، ومنافسة قوية ونتائج مميزة في دور المجموعات. المجموعة الأولى شهدت تفوقا لأصحاب الأرض فريق بورت التايلاندي، ورفاقه لدور الثمانية فريق شنزن الصيني في مجموعة خلت من الأندية العربية. أما المجموعة الثانية فشهدت تواجد نفط الوسط العراقي والريان القطري، لكن الفريقين ودعا البطولة من دورها الأول، تاركين المركزين الأول والثاني لتايسون الفيتنامي وآي جي إم كي الأوزبكي. ممثل العرب الوحيد في دور الثمانية فريق بنك بيروت اللبناني حسم صدارة المجموعة الثالثة، ورافقه للدور ربع النهائي فريق فاموس الهندي، فيما فشل ممثلي الكرة العربية كاظم الكويتي والظفر الإماراتي في بلوغ دور الثمانية بعد احتلالهم المركزين الثالث والرابع، فيما آلت الصدارة لسانغان الإيراني والوصافة لناغويا الياباني، فيما ينتظر للقاء اليوم بين الفريقين الإيراني والياباني لمعرفة الفريق الوصيف الذي سيواجه بنك بيروت اللبناني في دور الثمانية. بطولة شهدت تنافسا كبيرا بين الفرق الآسيوية جعلتها محط أنظار العالم، فيما شهدت المنافسات غياب ممثل للكرة الأردنية. وللحديث عن كرة القدم للصالات في آسيا ومدى تطورها ينضم إلينا الكابتن شامل الدغستاني، أحد المحاضرين النخبة الآسيويين. نرحب بك في نشاطنا الرياضية كابتن شامل. يعني نشاهد تنافس قوي في بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات، نتحدث عن بطولة في آسيا، هل فعلا وصلنا إلى العالمية في آسيا بالنسبة لهذه اللعبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لكرة الصالات في الاتحاد الآسيوي، زي ما بتعرف كابتن مهند، الاتحاد الآسيوي من الاتحادات القارية اللي مهتم في تطوير كرة الصالات. نعم. استحدث بطولة الأندية أبطال الدوري في عام 2010. نعم. والآن النسخة العاشرة اللي احنا بنشارك فيها. الحقيقة في تفاوت في المستوى، يعني لو احنا نرجع على البطولات اللي تمت، 9 بطولات 4 نسخ. نعم. فاز فيهم إيران، البطل إيران. نعم. وثلاث نسخ فاز فيهم اليابان، الفريق الممثل اليابان، ومرتين فاز ممثل تايلاند. وهذول الفرق إذا بتطلع عليهم عالميا لا شك أنهم وصلوا لمستوى عالمي جدا وتطوروا. نعم. كتير. باقي الفرق في عنا تمثيل، زي ما تحكي التمثيل العربي الآن في البطولة. البطولة أول ما بلشت بـ8 فرق. نعم. الآن في 16 فريق مشارك، طبعا يخضع لمعايير معينة اللي بده يشارك في دوري أبطال آسيا. المعايير هي إذا ما حققها المنتخب أو الاتحاد لا يسمح له أنه بالمشاركة. فالآن في عندك 16 فريق شاركوا، 5 أندية أبطال دوري من الوطن العربي مشاركين في هذه. نعم. البطولة. أنت عملت كابتن شامل في إدارة تطوير كرة الصالات في الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور لفترة طويلة، وما مدى تطور منطقة غرب آسيا التي كما تحدثت قبل قليل نشاهد أو نعلم هناك سطوة ربما إيرانية أيضا يابانية على ألقابها أو على هذه اللعبة، هل هي متطورة منطقة غرب آسيا؟ بالحقيقة نعم، عم تتطور الآن في كرة الصالات في غرب آسيا. الآن إذا بتطلع على منطقة غرب آسيا، في عنا التصفيات الآسيوية للمنتخبات، 9 أندية من منطقة غرب آسيا. نعم. رح يتأهل منهم 5 أندية أو 5 منتخبات إلى نهائيات آسيا اللي هن 16. كان في إذا بتعرف في 25/7 كان في القرعة لمنطقة غرب آسيا. في منطقة غرب آسيا 9 دول من منطقة غرب آسيا، وهذا دليل على تطور اللعبة في منطقتنا. طيب سنتحدث عن موضوع تواجد الأردن من عدمها في هذه البطولة، ولكن نعود إلى هذه بطولة الأندية العربية، شاركت فيها 5 فرق عربية من أصل 16 فريق. نعم. ولكن فريق واحد لبناني، فريق بنك بيروت، هو من تأهل إلى دور الثمانية. إلى ماذا تعزو ذلك؟ الحقيقة أنه أنا بعتقد أنه في القرعة ظلمت بعض الفرق العربية، فمثلا البطل السابق. نعم. اللي في المجموعة الرابعة
يعني فريق كاظمة وفريق الظفرة نعم مع البطل السابق ومع ناغويا مع الفريق الإيراني والفريق الياباني طلعوا في نفس المجموعة نعم. فهذا كان يعني بصراحة قرعة صعبة عليهم، بينما يعني احنا بنتمنى للفريق اللبناني التوفيق ان شاء الله. كانت القرعة تاعته يعني اخف، يعني الدول اللي معاه كانوا مستواهم اقل. نعم يعني عم ببلغوني الآن أنه انتهت المباراة بين الفريق الياباني وأيضا الفريق الإيراني، ناغويا فاز على الفريق الإيراني تصدر هذه المجموعة. نعم إذن نعود إلى إذن فريق تعزو عدم تأهل فرق كثيرة لوجود أيضا فرق قوية في المجموعة. الآن ما نريد أن أو ما نريد أن نعرفه، لماذا لا تشارك المنتخبات الأردنية؟ القرعة كانت في 25/7 نعم نعم, نعم. تسع منتخبات في منطقة غرب آسيا، لماذا نلاحظ غياب وجود الأردن في كرة الصالات منتخبات رغم لنا باع ربما على صعيد كرة الصالات العسكرية عن طريق منتخب قوات الدرك؟ بصراحة يعني بالنسبة لكرة الصالات الأردنية هي معروفة على مستوى المنطقة غرب آسيا على الأقل. نعم. وعندنا الخامات المميزة جدا اللي يشهد لها كل المنطقة. نعم. والدليل إحنا آخر بطولتين تأهلنا للنهائيات، لكن السبب في عدم مشاركتنا أعتقد الجانب المادي، كما يعني يدعي الاتحاد إنه السبب في عدم وجود وفرة مالية للمشاركة في هذه البطولة. آخر مشاركة كانت على مستوى المنتخب الأردني لكرة الصالات كم مرة شاركنا إحنا في آسيا؟ إحنا آسيا. آخر مرتين في 2016 و2018 شاركنا وتأهلنا لنهائيات آسيا. يعني من أول مشاركتين؟ لا إحنا يعني هذول المشاركتين الأخيرات اللي تأهلنا فيهم للنهائيات، لكن فينا مشاركات سابقة لكن مش على طول. هي البطولة تقام كل سنتين مرة، في البداية هي استحدثت في عام 1999 وكانت سنوية، فيما بعد صارت كل سنتين مرة. طيب على مستوى الأندية يعني نشاهد بطولة الأندية الآسيوية، ما الذي منع أو ما المانع من مشاركة أندية أردنية، خاصة أنه شاهدنا قبل سنوات وجود أندية شركات تدعمها شركات وتمولها، فقلت لي قبل قليل الموضوع المال والموازنة هو السبب في دعم منتخب، ولكن ماذا عن مستوى الأندية؟ بالنسبة للأندية أول شيء لازم نخضع للمعايير تاعت الاتحاد الآسيوي. المعايير يجب أن يكون عندك لجنة لكرة الصالات، يجب أن يكون عندك إدارة لكرة الصالات، يجب أن يكون عندك دوري في حد أدنى 6 شهور ذهاب وإياب، حد أدنى من الفرق، لازم يكون في عندك تطوير للمدربين، تطوير للحكام، هذا كله يخضع لعدد نقاط. طيب أين نحن من كرة الصالات؟ من كل ما تحدث من هذه المدينة؟ إحنا بدأنا بداية قوية في 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 تطوير اللعبة، لكن للأسف الشديد الآن توقفنا في تطوير اللعبة وجمدناها، رغم وجود زي ما حكيت لك كابتن مهند، أنت عارف في عنا يعني أرض خصبة جدا للوصول بعيد في لعبة كرة الصالات في الأردن. يعني وضح لنا إياها أكثر، الأرض الخصبة. يعني إحنا اللاعبين الموجودين عنا في الأردن، إحنا بنمارس اللعبة في كل مكان بشكل خلينا نحكي أماتشرز. نعم. لكن إحنا بحاجة إنه نطورها بشكل احترافي أكثر. فأنت في كل مكان بتلاقي الأردن اللعبة الشعبية الأولى هي ليست كرة القدم، هي كرة الصالات في كل مكان تمارس. وإحنا حققنا لعبة نتائج. الخماسي بجوز ننطلق من الشارع، الشارع عبارة عن عفوا بتحكيها بالعامية حجرين بمثل جول وحجرين مثل جول وخمسة ضد خمسة، دائما متعودين عليها في شوارعنا وأزقتنا دائما. صحيح كابتن، يعني فهي تمارس في كل مكان. نعم. هلأ هي مش بحاجة لمتطلبات كثيرة للعب، أعداد قليلة في ملاعب صغيرة، فإحنا بتلاقي إنه كل لاعبينا بيمارسوها اللعبة هاي بشكل يعني أماتشرز. أما إحنا بحاجة إنه إيش إنه نطورها بشكل. طب هل نجح يعني في سنة من السنوات كان هناك دوري لكرة الصالات، هل نجح فعلا هذا الدوري؟ استحدثنا إدارة كرة الصالات في 2014 وكان عندنا دوري من ذهاب وإياب، وكان بمشاركة في البداية كان 20 فريق شاركوا و12 فريق تأهلوا للممتاز ولعبوا خلال 6 شهور ذهاب وإياب، وكنا عم نحاول نحقق معايير الاتحاد الآسيوي للمشاركة في دوري أبطال آسيا اللي الآن عم بيشارك واللي بسهم أكيد في تطوير اللعبة. طيب نتحدث عن كرة صالات تدعمها شركات، ولكن ماذا عن دور الأندية؟ هل كان هناك ربما نشاط أو تشجيع أو تشجعوا لإنشاء فرق خماسي لتلعب في هذا الدوري؟ الحقيقة نعم، كان في أندية كثير، لكن للأسف مش الأندية المعروفة عنا
في البلد. الأندية في كتير، زي مثلا ممكن أذكر أسماء زي نادي حمادة، زي نادي القوقازي، زي نادي شقير، أدوية شقير. هذول الأندية استحدثوا أندية تحت مظلة المجلس الأعلى للرياضة والشباب من أجل المشاركة في هذا الدوري، وكلفهم الكثير. لكن الآن يعني هذا كان ينظم تحت مظلة اتحاد كرة القدم. نعم، كان دوري خماسي. نعم، معتمد. نعم، تحت مظلة اتحاد كرة القدم. المانع يعني بدنا نتحدث شوي عن الموازنات، هل الموازنة كانت كبيرة لدعم مثل هكذا دوري؟ بصراحة مقارنة مع أي منتخب ثاني الموازنة أقل بكثير، يعني لكرة الصلاة. لا لا، أتحدث عن الدوري. الدوري، الدوري مش بحاجة لموازنة كبيرة. إحنا بحاجة كنا لنحجز الملاعب وأجور الحكام. نعم. وبعض المراقبين، حتى ما كان عندنا مراقبين، كنا الإدارة هني كانوا سوا، واستئجار الملاعب، وكانت الملاعب نأخذها، يعني كان في ملاعب. طب هل لدينا صالات معتمدة أو قادرة على طبعاً معتمدة آسيويا لخوض مثل هذه المباريات؟ طبعاً عندنا صالة القويس معتمدة أكيد، في عندنا صالة قصر الرياضة أكيد معتمدة، في عندنا عدة صالات ممكن إنه نسوي فيها. طب أنت تحدثت قبل قليل إنه لدينا بنية أو بنية تحتية خصبة مثل اللاعبين، وتحدثت الآن وجود ملاعب. إذن المانع، ما المانع في استمرار مثل هكذا دوري إذا لم يكن هناك يعني موازنة كثيرة أو كبيرة يتم إنفاقها على هكذا دوري؟ وهذا السؤال كابتن مهند، يعني إحنا اللعبة مستمرة، إذا بتشوف الأردن مستمرة في الدرك، حققوا بطولة العالم لأكثر من 6 مرات. نعم. على مستوى العالم في بطولة الجامعات العربية، منتخب الجامعات الأردنية السنة الماضية بمشاركة 12 دولة حققوا بطولة الجامعات العربية رغم مشاركة أفضل الفرق العربية. نعم. وكان في الفرق المشاركة لاعبين منتخبات وطنية زي الكويت، زي مصر، كانوا منهم لاعبين منتخبات وطنية. نعم. فحتى منتخب الشركات في دوري الشركات أيضا في لاعبين مميزين جدا. يعني سهل جدا يكون هناك منتخب لمنتخب الخماسي أو ربما منتخب رديف أيضا، منتخب أول ومنتخب رديف. طبعا طبعا سهل، واللاعبين موجودين والخامات موجودين، لكن إحنا أكيد يجب أن نطور اللعبة هاي من خلال يعني وجود دوري منظم يعني يؤمن الاحتكاك للاعبين حتى نطلع في المستوى. انت اردني وعملت في الاتحاد الاسيوي، وايضا عملت في اتحاد كره القدم، وربما ايضا خبير على ما اعتقد في الاتحاد القطري. نعم. لكره الصالات، ولكن عندما لا نجد اسم الاردن لا على مستوى الانديه المشاركه ولا على مستوى المنتخبات من خلال القرعة التي جرت في 25/7 الماضي، هل تتالم داخليا ام بسبب يعني ذكرت لي ان وجود البنيه والملاعب وايضا اللاعبين، ما هي نصيحتك او ايش ممكن تحكي للقائمين على كره الصالات؟ لا، عشان ما يروح جيل موجود عندنا يهوى هذه اللعبه. لا شك كابتن، انا مش لحالي اني بتالم في هذا الموضوع. الكثير من اللاعبين، الكثير من الفرق، الكثير من الانديه اللي انتسبوا واسسوا انديه للمشاركه في دوري كره الصالات الان كلهم يتالمون. الدوري توقف، المنتخبات ما في مشاركة، فإحنا يعني بنتمنى من الاتحاد أنه عيد النظر في عودة كرة الصالات، لأنها أولاً بتعطي فرصة للاعبين كثير وفي قضاء أوقات فراغ في شيء إيجابي، زائد أنه إحنا ممكن نصل بعيد على مستوى الوطن. طيب ما هي الحلول برأيك؟ يعني في مشكلة تم تجميد أو إيقاف هذه اللعبة، ما هي الحلول برأيك وأنت عملت في أكثر من منصب وعلى اطلاع تام بهذه اللعبة؟ هو الحل الأساسي هو أو المشكلة الأساسية اللي هي المشكلة المالية الموجودة في الاتحاد، فهذا هو السبب الرئيسي لتوقف اللعبة. طب إذا كان هناك دعم من الشركات لدعم الدوري وأيضا ربما دعم المنتخب الوطني الناتج عن ذلك، أعتقد أنه إذا كان في دعم أكيد رح ممكن. يعني المشكلة مالية بحتة، مالية بحتة. نعم نعم، لا يوجد أي مشكلة. يعني نتأمل إن شاء الله أن يعني يشاهد المعنيين ما تحدثت فيه، وأن كرة الصالات لدينا البنية التحتية الخصبة من لاعبين وأيضا حكام وايضا صالات لدعم هذه اللعبه والظهور في المحافل في المحفل الاسيوي باذن الله. نعم بإذن الله. نعم. كابتن شامل الداغستاني المحاضر، محاضر النخبه الاسيوي، شكرا جزيلا لك. شكرا كابتن مهند.